فيلم فلسطين سجن الشعب يعتمد بالدرجة الأولى على مادة أرشيفية تم تصويرها من عام 1896 حيل السبعينيات حين دخول الرئيس ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة. والفيلم يضم صور هائلة عديدة لمدة ساعتين من الأرشيف. وفكرة الأرشيف أنه بيحكي عن الشعب في فلسطين، وهذا غير معروف للفلسطينيين ولا لغير الفلسطينيين. وأهمية هذه الصور أنها تؤكد هوية الشعب الفلسطيني وتشكل في ذات الوقت ذاكرة للشعب الفلسطيني. من هنا أعتقد أهمية هذا الفيلم، لأنه يؤكد على ماضي الشعب الفلسطيني وعلى هويته، وفي نفس الوقت كما قلت على الذاكرة التي قد تكون منسية، لكن الصور والمادة البصرية الأرشيفية تحفظ هذه الذاكرة، خصوصا للأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني.